معناها المستودع برات البلد على الأغلب، بما أنك تأخرت لوصلت. استنيت الحارس شي ساعة، كان أخذ المفتاح ورايح، استنيته قدام الباب. بعدين أنا ماني مضطر برر لك. مجرد فضول بس. جينك، اليوم كنت بدي أحكي معك بموضوع. أحكي. الموضوع بخصوص حبيبة لميليس. هيفكان. شو بو؟ بتوقع إنه هو عم يضحك عليها. كيف طلع معك هيك؟ اليوم إجوا زاروا ستك، وبالصدفة أنا كنت قاعدة برا، وبعدها هو إجا وقعد جنبي وكان عم يحكي على التليفون. كان عم يقول لواحد على التليفون تعمل حالك أبي لما أجي لعندهم. وقال للتاني بتعمل حالك ابن عمي، بس اخطب بدفع لكم مصاري. حسيت القصة فيها لعبة. انت اكيد سمعتي غلط. يا ريت اللي سمعته غلط، اللي سمعته مزبوط. ايه تمام، شكرا، انا بهتم بالباقي. هذا هو الموضوع المهم اللي بدك تحكي فيه اليوم؟ شو مانو مهم يعني؟ الموضوع بيتعلق باختك بالنهاية، بعدين ليش معصب علي؟ انا شغل بالي عليها. خلص تمام، انت عملتي اللي عليك وقلتي لي، ما هي انتهى، الباقي عندي، لا عاد تتدخلي اكثر. انت اللي لا تتدخل. أنا بشو عم بتدخل؟ مو أنت اللي أخذت تليفوني وبعثت الموقع لحالك؟ هذا شي تاني. هذا اللي كان لازم يصير. اللي شلون يعني هذا اللي كان لازم يصير؟ قول كيف بتعمل هيك عملة بدون ما تسألني حتى؟ تبعث لحالك الموقع وبتروح لهنيك قبلي، وفوق منا ضارب الشباب كمان، وأكيد لهذا السبب إيدك مجروحة، ما هي؟ جينك ليش عم تساوي هيك؟ غير هالتصرفات بقى. لأنك بتستخدمي السوشيال ميديا مثل البنت الهبلة. زلمة ما بتعرفيه بيبعت لك رسالة وبيبعت لك موقع وانت بتروحي لهنيك فورا، انت شو بدك تعملي هنيك لحالك؟ وبلكي هنن عن جد كانوا شايفينه لأخي. حاجة بقى، ما حدا شاف مارت ولا شيء، أصلا هنن اعترفوا لحالهم. شافوا صورة الملف الشخصي تبعك، بعتوا لك الموقع وقالوا لك تجي، وانت رحتي على هالمكان المهجور. الله أعلم شو كان رح يصير لو ما أجيت. خليهم يحمدوا الله اني ضربتهم وبس. من اول ما تعرفت عليك وانت بتعمل مشاكل مع الناس اللي حواليه وبتضربهم. عملت هيك لانه كانوا حيأذوكي. وانت شو عرفك بعدين؟ مين اللي وكلك بمهمة حمايتي؟ بتضلك عم تتفتل حواليي طول الوقت وعم تتصرف وكأني ما بهمك ابدا، بس بتتدخل بحياتي مزبوط؟ شو عم تخبصي انت؟ انا بشو تدخلت فيكي؟ احكي. عم تتدخل جينك، عم تضرب كل الناس الموجودين حواليي. لانه هذا اللي بيطلع بايدي يا عزراء ماشي، ما بيطلع بايدي شيء ثاني ابدا. طبعا كل اللي بيطلع بايدك هو انه تاخذ تليفوني وتفتش فيه وتروح لعند ناس ما بتعرف مين هن وتتصرف وكأنك قريب مني وتعمل لي مشاكل كل الوقت. انت لهلا ما استوعبتي الخطر اللي انقذتك منه امبارح، انا مو هيك؟ انت ليش مهتم فيني لهالدرجه؟ جاوبني، خلصني، قلي ليش مهتم فيني لهالدرجه؟ قول. لانه ببساطه انا يا عزراء، لا تعملي هيك. جينك انا، انت مانك شايفه الحاله اللي انا وصلت لها؟ معناتها ليش هيك عم تساوي بحالك؟ لك لانه انا يا عزراء. sen gül ki kaderine gülsün hayat yeniden yüzüne bir suçumu var aşkın ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi endili halimi sakladım sana oysa. Yaksam, yıksam, vazgeçsem de bir gün asla vazgeçmem asla. Yes.
أنا بعشقك وما بتحمل شوفك زعلانة. أنا بحبك مثل المجنون، خافي أزوكي، وهذا الشعور بيخليني عاجز لأني بعيد عنك هيك، مع أني قريب منك لهي الدرجة، وعجزي عن أني قلك بحبك عم يجنني. Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçumu var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi ست فريدة، بقي جينك وعزراء مشان يشتغلوا ساعات إضافية. ايه عندي علم بهالشي. على فكرة المقبلات طلعت طيبة كتير. طيبة، عجبتني أنا كمان. بس كسرت شوي صحون. هلأ عم أقول شوي، بس الحقيقة كسرت كتير صحون. أنا قعدت وحكيت معهم كتير، بس بدي إياكي أنت كمان تحكي معهم. منيح يلي عملت هيك يا معلم فرحات، وهلأ ممكن تناديلي عزراء وجينك لو سمحت. رح ناديهم. عزراء، جينك، تعالوا لشوف. قولوا لي شو صار مبارح؟ ولا شيء. ولا شيء. شو ما رح تقولوا لي ليش انتو تخانقتوا؟ جينك، كيف انكسر كل هالعدد من الصحون؟ هذا غلطي، كان حادث. الصحون وقعوا وانا عم انقلهم. هيك صار بالضبط يا عزراء؟ أنا كنت ماسحة الأرض ولساتها مبلولة، ولهيك تزحلق ووقع. إيه خلينا نقول إنه تزحلق ووقع، كيف تكسرت هالصحون كل هالشي؟ كأنكم رميتوه على الأرض. يمكن أنا كمان كسرت صحون. طيب، يا ريت تحسب لي الصحون المكسورة وتخبرني يا معلم فرحات، لنقطعها من رواتبهم، بيدفعوها بالتقسيط. مثل ما قلت لك كان غلطي أنا، يعني ما في داعي تقطعي من راتب عزراء. لا أنا كمان غلطت، إذا في تمن لازم يندفع بدفع. تمام، معناها خلينا نقطع من راتبكم أنتوا الاثنين. إيه؟ طلعتوا من الشغل المساء وأنتوا تعبانين، يلا روحوا وارتاحوا ببيوت. يعني بفهم إنك ما طردتيهم مثل ما قالت عزراء. لا طبعاً، ليش بدي ساوي هيك؟ أنا اللي ربيت هذا الولد وتعبت عليه كل هالتعب. يعني الولد تعلق فيني كتير، وخاصة بعد وفاة زوجي. الاهتمام بطفل مصاب بالتوحد ما نو سهل أبداً، بده طولة بال وبده تضحية. مزبوط، الحق معي، الموضوع كان صعب عليك. لكن ما نو صعب، أنا كنت أبعته على مدارس خاصة، كمان أنا جبت له أساتذة خصوصي لعنده على البيت، يعني بس مشان يتلقى تعليم مني. في علاقة خاصة كتير بيني وبين هذا الولد، كان يقول لي ماما على طول. شو اللي تغير برجعة عزراء؟ ما قدرنا نتفاهم، عزراء وحدة صعبة، يعني بدها تعيش حياتها وعلى كيفها، ما بتحترم حدا ومفكرة حالها إنه هي الصح. بس ببيتي أنا قواعدي هي اللي بدها تمشي، المفروض الكل يحترمها. مزبوط كلامي؟ طبعاً معك حق. طبعاً الالتزام كان صعب على عزراء، قالت لي بدي آخذ مارت وروح، أنا ما كان بدي أبداً، بس ما قدرت أمنعها، هي بتكون أخته بالنهاية. طبعاً، بس شو اللي بتقدري تعمليه؟ ولا شيء طبعاً، ولا شيء. طيب كان في عندهم مكان يروحوا عليه؟ بالبداية ما كان عندهم، بعدها راحوا قعدوا ببيت مسعود. ما بعرف إذا أنت بتعرفه لمسعود، بس هو بيكون زوجها لهوليا.
ايه مسعود كان صديق زوجي المرحوم من الروح للروح. مسعود اخذ الاولاد بس ما ضلوا عنده كثير وتركوا البيت. هالمره كانت عزراء هي السبب؟ لا، بسبب مسعود. صراحه ما بدي احكي عن اللي صار هلا لانه بشع. مسعود ضربه لمارت كف. ضربه؟ ايه ضربه لمارت. بس هذا التصرف مو حلو منه ابدا. ايه شيء اكيد، يعني معقول يضرب الولد وفوق هذا الولد مصاب بالتوحد؟ بس صار اللي صار وهن انزعلوا كثير من مسعود وتركوا البيت وما كان في مجال للرجعه. عزراء واخوه طلعوا من البيت. وبعدها لوين راحوا؟ على بيت جنول. انت بتعرفها لجنول؟ هي بتشتغل عن طارق بالمطبخ، هي خدامتي القديمه. عن جد ما كنت بعرف. ايه راحوا لهنيك وضاع مارت من هنيك واختفى الولد وما عاد لقوه. يا أولاد اسمعوني شوي لو سمحتوا. اليوم في لكم عندي مفاجأة غير شكل. يا عيني. لا أكيد مو جاتو. لا بس لكم عندي مفاجأة أحلى بكتير. اليوم رح يجوا أخواتكم من المدرسة الثانوية لحتى يلعبوا معكم ورح يوزعوا عليكم هدايا. يلعبوا معنا لعبة القفز؟ رح يلعبوا طبعا. طيب بيلعبوا بيت بيو ولعبة الشاحنات؟ ايه ولعبة مزرعة علي بابا؟ ايه يا أولاد لما رح يجوا رح تلعبوا كل شيء. شو اتفقنا؟ اتفقنا. برافو. يلا لشوف. يلا بسرعة. تعال نلعب بالطابة. يلا خد هاي الطابة. اعطيني هاي الثانية. مارت بدي الحمرة إلي. انت كمان روح العب مع رفقاتك. مارت ما بده يلعب اليوم، تعبان شوي حضرة المديرة. احسن شيء خليني اخده على غرفته، هو ما بيحب الفوضى والعجقة ابدا. فاطمة بيانو. يا عمري بده بيانو. حضرة المديرة بده بيانو. اليوم معلمته ما رح تجي، بس إذا بده يروح يعزف لحاله فيه روح طبعا. شكرا كثير حضرة المديرة. يلا تعا يا حبيبي مارت. الله يحميك. يلا تعا. شيدا. نعم تفضلي. سؤال، فاطمة شو بتقربك بالضبط؟ هي فاطمة بتكون اخته لزوجي. يعني ست سمرة بتكون حماتك. ايه صح. ومرت متعلق فيها كتير، وهو قال هالشي لمعلمته ايديه. ايه هو بحبها كتير. البقية بحياتك ليش ما قلتيلي؟ في خير حضرة المديرة مين ما؟ شي دام شبك. الست سمرة معقول نسيانة يعني؟ فاطمة قالت انها ماتت عن قريب، مو بتكون امها؟ ايه امها. شي دام بعدي من وشي، والله العظيم رح تجيبي لي الجلطة بحكيك. فاطمة، والله لا أذبحك فاطمة، شو هالموقف اللي حطيتيني فيه؟ اشتوقف. آسفة إذا تأخرت عليك. يعني كل شيء مثل ما حكيت لك يا سيد عزمي، كل الحق على عزراء وبتضلها عم تلومني. كأني حكيت كتير، والله نشف ريقي من كتر الحكي. شو رأيك نشرب شاي كمان؟ ايه اذا ممكن. لو سمحت جيب لي 2 شاي، اعمل لي اياها خفيفة لألي. تعرف سيد عزمي؟ خد هاد كمان، سلمهم. سيد عزمي، خد هاد بيكون رقم فاطمة. يعني عم بتصل واتصل بس عم يطلع مسكر، ما عم تفتحه. وإذا الشرطة بتوصل لهي المرأة قبلي فوقتها فاطمة رح تحرقني على الآخر. وإلا أنا كنت عطيت الرقم للشرطة صح؟ الحق معك، بس كيف بدك تشرحي هيك شيء للشرطة؟ ايه طبعاً، يعني أنا تربطت إيدي. بالنهاية في مرة مجنونة قدامي، ما بعرف شو ممكن يطلع براسها وتعمل. يعني بعيد الشر، بركي عملت شيء وأذته لمارت. لازم نكون حذرين. أكيد، يعني أنا بدي مارت يرجع بخير وسلامة، ما بدي شيء تاني بنوب. الوضع صعب بالنسبة للولد كمان. مزبوط حكيك، يعني كرمال الله شوف اللي حصلت عليه بعد معروفي معه. منيح اللي حضرتك عم تتفهم موقفي. رح أعمل كل اللي بيطلع بإيدي، حتى إذا اضطريت رح أعطي إفادة لمصلحتك عند الشرطة بعد ما ألاقي الولد. عن جد أنت رح تعمل هيك مشاني؟ طبعاً سمرة خانم، بالنهاية أنت ما عملتي شيء سيء. شكراً كثير لك سيد عزمي لأنك سمعتني وفهمتني كمان. ما بعرف كيف بدي أقول لك هالحكي،
بس صدقني الحكي معك بيريحني كتير. العفو ولو، امتى ما بدك. بالمناسبة حديثك بياخد العقل، بس بعد اذنك انا مضطر امشي. بس لسه ما خلصت الشاي تبعك، رح ازعل. ها بغير وقت بشربه. ماشي خاطرك. شكرا كتير مرة تانية لأنك سمعتني. العفو، وبأي وقت. شتين مرحبا. أهلا وسهلا مدام. لما اتصلت فيني تفاجأت والله. أي حسيت عليك. لو الموضوع مو مهم ما كنت أزعجتك معي، تأكد. لا أستغفر الله يا مدام، شو هو الموضوع يا ترى؟ في موضوع بدي أسألك عنه وأفهمه منك. موضوع السيد كمال مو هيك؟ إيه صح. يعني أنا حاولت أرجع أفتح الدعوة من جديد بس. لا لا، مو بخصوص الدعوة أبداً. شو رأيك نبلش وتحكي لي من اليوم اللي مات فيه كمال؟ يعني الأخ مسعود بعتك أنت مشان ما يتورط بهالقصة مو هيك؟ لا مو هيك، أنا اتصلت فيك بشكل شخصي. اسمعني، السيد كمال كان له فضل علي بالماضي كتير، لهيك أنا حابة ساعدك بهذا الموضوع. إيه طيب بس. تمام، واضح إنه القصة فيها شيء تاني. أنت هلأ إذا حكيت لي كل يلي صار بالتفصيل أنا رح أهتم بالموضوع وساعدك. تمام. أهلين أمي. ألو جانسو، وينك يا روحي؟ شو طلعتي من المدرسة؟ إيه أنا أجيت من المدرسة، صرت بالبيت. شوفي خليني أجي أخذك مشان نروح لعند سراب، أنا وعدتها يا روحي. لا أمي أنا ما بقدر روح، بدي روح كم يوم لعند بانو، لازم بعد من هون وريح راسي شوي. شو خطر لك هلأ؟ لوين بدك تروحي؟ يا الله دخيلك. وشو راح يصير بمدرستك؟ أنا أخذت إذن من المدرسة، راح يجيبه معلمة تانية مكاني. ماما أنا عن جد بحاجة إني بعد فترة لأنه مخي مشوش كتير. طيب جانسو تمام، اتصلي فيني وخبريني أكيد. ماشي بنتي؟ تمام بتصل فيكي. طيب يلا بوسات، سلمي لي على بانو، خبريني لا تخلي بالي ينشغل عليكي. باي يا روحي. انت مستوعب كل الحكي اللي حكيته تشيتين؟ والله يا مدام انا ماني مضطر اكذب على حدا، انا اصلا مصر تابع قصة السيد كمال، ومين ما كان اللي عمل هالعملة لازم ينكشف ويتحاسب كمان. يعني السيد مسعود لازم يكون متعاون شوي، بس يعني معقول تخون شخص كانت تدين منه كل هالمصاري؟ أنا برأيي يا مدام كان في حدا بده يتخلص من السيد كمال. الله الله شو هالريحة. مين عامل هدول؟ مرحبا بلقيس، شو هالروايح الطيبة اللي عم تفوح؟ شو عاملة؟ للحقيقة أنا ما بعرف. والله أنت ما في منك، الريحة بتشهي. يسلموا إيديكي. شو هالروايح الطيبة؟ شو عنا عزيمة؟ تعال أخي تعال، أحلى عزيمة. شو عم بيصير هون؟ أنت عاملة كب كيك؟
بلقيس شو صار بالتحضيرات؟ رح تيجي سمرة. وانتو شو عم تعملوا هون؟ ماما تعالي في كيك بشهي. بلقيس انت ما إلك بالعادة تعملي شغلات مزينة. الظاهر مخبية موهبتا عنا. لا الحقيقة مو أنا اللي عملت هدول. مين اللي عملون لك؟ أنا عملتهم. عذراء شو بلشتي تعملي حفلات استقبال؟ لا عملتهم مشان الأطفال اللي بالميتم. مو بدك تروح لهني؟ طالع بشهي والله. بنصحكم تجربوه. وفاتت على المطبخ كمان. برافو يا بلقيس. الضيف رح يوصلوا وانتي واقفة هيك. برافو. لا هلأ بعمل شي على السريع. أخي عم تشرب قهوة؟ هالكيك ظريف مع القهوة. ها لا لا ماني جوعان. كله انتو بس فيك تدوقن إذا بدك. خد دوق. طيب كتير. طيب ماشي طالما مصرين. ما لحقت ساوي غير هدول. بتمنى يكونوا بيكفوا. يعني برأيي بيكفوا. في كمية منيحة بتكفي. أخي كان يحبون كتير وخصوصاً اللي عاشوا كولا. إن شاء الله الولاد اللي هنيك يحبوها كمان. ايه أكيد رح يحبوها. شكراً كتير عزراء. شكراً. العفو. يعني أنا عم أشكرك كرمال الولاد مو منشان شي تاني. ايه فهمت. هذا الناقص. يعطيكم العافية. شو هدول أخي؟ بعتتهم الست فريدة مشان الأولاد. ألعاب وقرطاسية كمان وحلويات وهالقصص. ايه منيح. بس صاروا كتار. في هدول وفي اللي عندك والشباب رح يجوا كمان. معناها أنت بتوصلنا ما هي؟ ماشي بوصلكم. إذا في مكان فاضي بالسيارة فيني روح أنا كمان معكم. حب أشوف الأولاد. هلأ هون المشكلة. أولاً ما في مكان بالسيارة وتاني شيء هذا مشروع مدرسة. معك حق مو زبطة. بس رح نضل نروح لمدة أسبوعين. باخدك معي شي مرة. تمام؟ صحة وعافية. يعطيك العافية معلم. الله يعافيك. كيف هالسمكة؟ هزة والظراف كتير. ممكن تضب لي هدول الثلاثة؟ على عيني فورا. هات لشوف. والله إنك تعلم. خود. والله بتستاهل. زيك. شكرا أخي. يلا بخلصة. الله معك. ابني تفضل. أنا جهزت لك القائمة اللي طلبتها مني. خالي جنون إمتى خلص الرز؟ نحن ما نزلنا رز بالمينو من أسبوعين. ما بعرف شي والله. لقيتهم خالصين. إذا بتحب اسأل الشباب جوجة. ألو بابا. أي شي ساعة بكون بالمطعم. تمام سكر سكر. أنا برجع بتصل فيك. صدق عم تاكل الكبكيك اللي عملته هي؟ طول بالك طول بالك رح اجيب لك. كثير طيبين يسلمون. صحة وهنا. سلم ايديكي.
تفضلي. عذبناكي معنا. شكرا لك بلقيس. ايه قدرتوا تتعودوا على عزراء؟ دخيلك وطي صوتك هي بالبيت بلا ما تسمعك. وليش معنا بالشغل؟ اشتغلت بالليل مشان هيك هي اجازه اليوم. هلا بتكيف لانها هي كثير كسلانه. اخ يا سمره والله ما بعرف، ما عم بقدر ارتاح ابدا. لامتى بدنا نضل هيك؟ ما بعرف. ليكي سراب، انا بدي اقول لك شغله كثير مهمه. عزراء مو هدفها الست فريدة ولا حاططها ببالها، هي عم تستخدمها كوسيلة وبس. هي مشكلتها جينك. اها، شو بده يكون في مشكلة بينها وبين جينك؟ هنن اصلا من فترة قصيرة كتير تعرفوا على بعض، وحتى كمان ابني جينك هلا بيكرهها كتير لعزراء. انت خليكي مفكرة هيك، هنن قلن زمان بيعرفوا بعض، ما تعرفوا على بعض من فترة قصيرة. هدول اتنين بيحبوا بعض مثل المجانين. أوه سمرة، مو معقول أنت يعني هذا الناقص. أنت عن جد عم تحكي؟ عم بحكي جد طبعاً. ليش مختي يا جانسو؟ ليش ما أجت اليوم؟ لأنه بنتي أعصابها تعبانة وحالتها مو سهلة بنوم. عن جد وضعها مو منيح وما عم تروح على المدرسة. بعتها لعند رفيقتها بإزميت مشان تبعد عن كل المشاكل وترتاح شوي. اها، معناتها ومشان هيك عزراء تعاملت مع جانسو كأنه ما بتعرفها لما كانت جنب جينك بهديك الليلة. اي طبعا، شو بده يكون في سبب تاني لكان؟ يعني بهداك اليوم وصلت لراس لساني، وكنت بدي اقول لك بس قلت لحالي بلا ما اخبص الدنيا اكثر ما انا مخبوصه، يعني للحقيقه في بعض الامور ما كنت حابه ست فريده تعرف فيها. اسمعيني سراب، انت مره ذكيه كثير. بتعرفي منيح شو لازم تساوي، ما بنخاف عليكي. أنا حبيت قلك هالحكي إلك قبل أي حدا تاني. لا لا، منيح اللي قلتيلي. لأنه ست فريدة إذا بتسمع بهيك شيء والله بتزوجهم فورا بدون ما تفكر. خلصنا السمرة، شو عم تحكي؟ الله لا يقدر يصير هالموضوع. طبعا لازم تنتبهي، هذا هدفها لعزراء. بعد ما تحصل على جنك بتجي على القصر كنة وبتسيطر على كل شيء. هذا الشيء مستحيل انه يصير حتى لو على جستي. بعد الوداع الطفل اللي بقي لحاله خاف كتير، وكان في حواليه عصافير واشجار محمله بالفواكه الملونه. بس الطفل كان وحيد كتير. شو هاد؟ في صوت بلش يطلع من اعماق الغابه، بس المكان كان مظلم وعاتم كتير. الطفل ما قدر يهرب على اي مكان، وشوي شوي صار الصوت قريب. شو شاف؟ طلع له طائر العنقاء الضخم، وبمنقاره للطائر كان في زجاجة عم تلمع لمعان، ومع قلم ومع حتى ورقة. وإجا لعند الطفل وقال له اكتب على الورقة لوين حابب تروح، وحطها بالزجاجة وتمرها عند شي شجرة، وبعدها رح تتحقق أمنيتك. تفضل. بس أنا لساتني صغير ما بعرف أقرأ وأكتب. وبعد الطائر تابع وقال إذا ما بتعرف القراءة والكتابة فيك ترسم المكان يلي بدك تروح عليه رسم. برافو. وهلأ مين بده من هي الأنانيات؟ أنا بدنا نزرع هي البذور اللي جوا الأناني كمان، ماشي؟ بعد شوي هيلي. عن جد كنتوا رائعين يا شباب، شكراً كتير إلكم. وانت ما بدها؟ خالتي؟ اليوم قديش عملتوا رز؟ شو كمية الرز اللي استخدمتوها بالضبط؟ والله ما بعرف يا طارق بيك. لسه مبارح جبت مواد جديدة، وين راحي؟ خلينا نسأل المعلم إذا بتحب. خالتي بدي منك جواب. ظن كمية صغيرة. طيب تمام، وين الباقي؟ الأخ ناظم رح يشتغل على العرباية المسمى. بلى.
خالتي. طيب شو العرباية الثانية اللي شفتها بغير مكان؟ ناظم كمان كان جنبها وكان عم ياخذ الغلة. بس يجي ناظم خليني اشوفه. تفضل هيا لي. وانت من وين طالع صوت البيانو؟ نحن في عنا طفل مميز كتير يا ابني، عنده موهبة موسيقية رائعة. عن جد عزفه مؤثر كتير. طبعا إذا ما عندكم مانع أنا حابب أتعرف عليه. لا هيك ما بيصير، هو عم يعزف ما بيصير يعني. لا أنا برأيي بيقدر أردا يروح يشوفه حبيبتي فاطمة. وين المشكلة؟ فيك تروح تشوفه، آخر غرفة بالممر على اليسار. شكراً إليك. خد هاي حبيبي وهاي. بتحب إني أعزف معك؟ طيب يمكن أنت تحب تعزف معي. حلو، واضح إنه أمورك رواق. شو بدك سمرة؟ شو بدي؟ أنت خربي حياة بنتي جانسو وازعجي الناس اللي حواليكي وقلبي حياتي فوقاني تحتاني، وبعدها تعالي لهون نامي وتسلي وعيشي حياتك. أنت شو عم تحكي؟ عم بحكي عن الإساءة عزراء وعن قلة الضمير والوجدان. مو كنتي تتهميني فيهم على طول؟ طلعي على المراية وشوفي مين السيء، أنا ولا أنت. ممكن تطلعي من غرفتي فوراً؟ صار عندك غرفة، واضح انك تملكتي المكان فورا. طبعا، وبعد ما تحصلي على جين كمان شو بدك اكثر من هيك؟ العشاء مع بعض من جديد. من وين عم تخترعي هالحكي انت يا عاشق؟ شو هذا اللي عم تحكي عنه؟ لك انت اخذتي حبيبه لجانسو من بين ايديها وحرقتي له قلبها للبنت. عم بحكي عن جينك، كنتي بتعرفي بعلاقتهم وعملتي عملتك. بس خليني اقول لك شغله، سراب مو بس ما بتجيبك كنه على هالبيت، سراب ما بتجيبك خدامه. بكفي بقى، ما عاد بدي اسمع هالتخبيص تبعك. يلا اطلعي من غرفتي. وليش هيك عصبتي يا حلوة؟ كنت طالعة أصلاً.
ابني؟ ليش قاعد برا لحالك؟ ما فيني شيء. لا بلا فيك، انت معصب. شو صاير؟ خلاص ما في شيء بابا. ابني انا عن جد مليت من استغباء الكل لإلي. كل ما تعملت بنية طيبة الناس عم يتمادوا أكتر وعم يلعبوا من ورا ظهري. أنت عم مين عم تحكي؟ شو الفرق يعني؟ جين وغيره والبقية؟ الحق معك ما في فرق. أنت ليش إجيت لعندي؟ مشان أسألك إذا فكرت بالكلام اللي حكينا فيه مبارح. بدك توقف جنب أبوك؟ أي بابا أنا أكيد جنبه. إيه عن جد فكرة حلوة، حتى منروح على السوق مع بعض. تمام يا روحي، بوسة بشوفك. أخي قال قضيت شغل طول الليل، لو أنك نمت شوي مبين تعبان. لا لا أنا منيح. ميليس بدي أسألك سؤال، أنت مبارح أجيتي مع إفكان على المطعم لزيارة ستي؟ إيه حبينا نزورها، شو فيها يعني؟ يعني بلشت أحلاف إفكان من هلأ؟ أخي شو هاد الحكي اللي عم تحكي؟ شو ما فينا نروح نزور ستي؟ فكرت إذا تعرفتوا عليه رح تحبوه، بس أنتوا ما عم تعطوه فرصة. معناتها يا ريت لو زرتوني أنا ما زرتوا ستي. وأنت شو عرفك إنه رحنا لعندها؟ عزراء خبرتني، شافت إفكان. وهالقصة طلعت عزراء وراها ما هيك؟ هلا مو هذا موضوعنا، ليش غيرتي الموضوع؟ تمام أخي، تمام. أصلاً أنا دائماً الغلطانة، تمام. عفواً، أنا ما كان قصدي خوفك، بس كان في كريمة على أنفك، كنت بدي أمسح لك إياها. بتحب إنه تمسحها لحالك؟ أعطيني. قبل شوي كنت عم تعزف عزف حلو، لمين هي المعزوفة؟ مارت والمعلمة. أنت مارت على الأغلب. مارت. وأنا أردا. شو رأيك نصير أصدقاء يا مارت ها؟ بيجي بزورك هون دائماً، نعزف موسيقى مع بعض، شو رأيك؟ مارت وأردا بيعزفوا. إيه مارت وأردا بيعزفوا، معناها اتفقنا. رفيقي أردا. أنت رفيقي مارت. يلا كول. خير ماما، شوفي ليش بعثتي لي خبر؟ تعال اقعد هون، تعال. بقعد بس مو صاير مشكلة ما هيك؟ والله ما بعرف، هذا أنت اللي بدك تقوله. ما فهمت، شو الشي اللي بدي أقوله؟ جينك، بدي أطلب منك شي واحد بس يا ابني،
لو سمحت كل شي بدي اياه تكون صادق وصريح معي، تمام؟ تمام. ادخل. مرحبا خالي سكر، كيفك؟ منيحة يا بنتي، تعالي عدي. أنا جاي مشان أسألك إمتى رح تراجعي الدكتور مشان نطمن على العملية. بكرة بتصل بالدكتور ومنروح، وبركي منمر لعند حسنية بطريقنا. إيه منروح. كيف كان يومك؟ سمرة كانت هون، يعني ما كان يوم حلو كتير، مع أنه كلامها ما بيهمني بس اتضايقت. إيه سمعت هالشي، واضح إن حبت تتأكد إذا كنتي أنت انتقلتي لهون ولا لا. هو هيك بالضبط. خالي سكر، إذا بيوم من الأيام حبيت روح من هذا البيت رح تزعلي مني وقتها؟ شو صار لك أنت هلأ؟ رجعتي لهالموضوع من جديد؟ لساتنا بأول الطريق، عندك شغل كتير. أنا مو قصدي هلأ، بس إذا صار وقررت بيوم من الأيام. إذا كان طريقك بيطمني وما بيخليني خاف عليكي ما رح أزعل، بس إذا بتمشي بطريق اليأس والحزن والضياع بوقتها أنا رح انجرح منك كتير ورح أزعل كمان.